تمام. الفلات وايت. ايوه. هي كتير 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 بتشبه اللاتين. بس. تمام. كمية بس. الحليب أقل. شلون؟ كمية الحليب أقل. كمية الكوب شوف. الكوب بحد ذاته بيختلف. تمام. وبالتالي أنا لما بعمل لك الدبل شوت إسبريسو مع كمية الحليب تمام هي بتشبه الكابتشينو بس. ما فيها فوم، وإذا كان فيها فوم فهو طبقة جدا جدا صحيح. جدا خفيفة لا تتجاوز الواحد ميلي. تمام؟ الفلات وايت هي بعيدة كل البعد عن الفوم. من اسمها هي. تمام. تمام، فلات وايت هي تبع اسمها إنه عم يقول لك إنه مثل طبقة حليب مسطحة، ما في شيء فوقها، تمام؟ بيجي بعدها اللاتيه، بيجي بعدها الكابتشينو كموضوع الفوم، تمام؟ بس أنا أصلي الفلات وايت تجي كاستا أصغر. كاستا أصغر من اللاتيه. بالضبط، فإذا كمية الحليب كمية أقل. الحليب أقل، تمام. 180 ملي. الفلات وايت شو بنحط لها كمان؟ دبل شوت إسبريسو، كلهم نفس المكونات، كلهم دبل شوت إسبريسو. قديش حليب؟ ما هي هنا عم يفرقوا شيك بالفوم. حوالي 170 ل 180، إيه لكن هي اختلافك بالفوم، وكمية الحليب، شو بيفرق معك هلا بهالحالات؟ لما عملنا الكابتشينو اول مره فكانت هي بالاساس المشاريب الايطاليه شلون تطورت. اول شيء عملوا الاسبريسو، في ناس دائتها ما حبت نكهتها، تمام، قام راحوا طوروا الموضوع عملوا اللونجو عشان يخففوا. ضليت في عالم ما حابه نكهتها، تمام، قام عملوا الامريكان والامريكانو لما زادوا لهم مي، تمام، كمان خفت، قام في عالم كمان ما حبتها، ضافوا له حليب، تمام، ما بيدفوا له، حطوا رغوه. الناس حصلت على هاي النكهة تبع الحليب والرغوة بالحليب والإسبريسو، فقالت لك أوكي طيبة بس لسه في شيء من تمام، زادوا كمية الحليب. تمام. هلأ بالنسبة لموضوع الحلاوة اللي كان عم يسأل عنه سامي، الحليب بحد ذاته لما أنت ترفع درجة حرارته، الحليب بحد ذاته لما بترفع درجة حرارته لحدود 60-70 درجة مئوية، تمام، البروتين اللي جواته أنت نفسه بتحس بنكهة الحلاوة تبع البروتين تبع الحليب. تمام. طبعا هي حلاوة ما أنا ظاهرة، يعني ما أنا مثل كأنك حاطط سكر، ما أنا ظاهرة، تمام، بس هي بتروح لك من مرارة الإسبريسو، تمام، بس ما أنا ظاهرة، أنت بتضيف الحلاوة اللي بتناسبك بعدين، يعني إذا بدك إياها حلوة. تمام. شايف شو عم بيضيف الفوم مع القهوة؟ الفوم بيختلف معك بس القوام، القوام مشروب، يعني مثلا إذا انتبهت شوف دعايات الكابتشينو على طول بيحطوا لك انه في رغوه بتعلق على وشك او كذا، لانه هي هيك بتتميز، بس هي كنكهه ما بتفرق معك، بس هي كمشروب بحد ذاته بيختلف. اذا بتتذكروا لما حكينا بالسواخن، انت اذا رايح تعمل تيست انك انت باريستا بيقولوا لك اعمل لي كابتشينو واعمل لي لاتيه، تمام، لما بتعمل كابتشينو بتعمل لاتيه بيبين اذا انت عم تشتغل صح او لا. طبعا لانه في فرق هون، رغوته عاليه تماما، فاذا اشتغلت انت المشروبين صح فبيقول لك اوكي انت امورك تمام. عرفت شلون؟ هلا بالنسبه للكابتشينو، اوقات بتسمع في شيء اسمه دراي كابتشينو، حد سمعان فيها؟ بدون فوم مثلا، بدون فوم، لا هي بدون حليب جافه، هي شو؟ هي عباره عن اسبريسو دبل شوت مالت الكاسه كلها فوم. عرفت شلون؟ كابتشينو بلا فوم ما عاد كثير، صار من مره معناها صار من كاتو، هي مره يعني صار من كاتو مع اختلاف الحجم. هلا انا الاسبريسو ماكياتو هي كان شوت اسبريسو مع فوم حليب صح، فهلا اذا عملنا دبل شوت اسبريسو مع كميه فوم كثير كبيره دراي صارت دراي كابتشينو. تمام، هي اختلاف اسماء وين تطبيقهم كلياته اذا تعلمته انت ما بياخذ منك وقت ابدا، كله بيشبه بعضه. تمام، رح نحضر فلات وايت، يعني هي بتنزل طبقتين مثل ما عم نشتغل طبقه بيضه طبقه سودا مخلوطه من هاي مبينة. تمام، يلا تفضل. نحن سوينا دبل شوت هي ما في اسبريسو، اسبريسو هلا مشان الحليب انت ما بدك يطلع فوق. تمام، فانت حتسخن تسخين، حط الحليب دلفي، كان دلفي، نضيف 170 ميلي حليب تقريبا، طب حاجة 180 ميلي سبعين حتجي له هون حليب. هلا لما بدك تطلع فوق تمسك فوم طبعا بدون فوم، فوم 1 ملي فقط. انا طول بقى انا بفضل على الرخامه على طول. تمام، الرخامه هي بتمتص الصدمه تبع اللي. تمام، صار فيك انت تصف، فيك بلا الفوم ابدا، تمام، انك انت تثبت ايدك هيك عشان ما ينزل فوم فبينزل بس الحليب. تمام، وفيك تصب دلقه واحده. شو بتفضل؟ هي الأحسن. أنت شو بتفضل؟ دلقة واحدة لأنه هي بالنهاية سرعة. نعم نعم. خلصت هيك؟ طيب شايف؟
هلا هذا البقيال احنا هذا الفي بيعمل لك كاسه كيت علينا. تمام تفضل. بعرف شيء لا بس انه الفلات انت فيك تحط لها رشه كاكاو فيك تحط لها شيء اللي انت بتحبه. تمام شو اسمه شيء فلات وايت هي طبقة على الوش تكون ما فيها كريم. هي ممكن يكون 1 ملي من الفوم الكريم. هذا الفوم الكريم لسه ما وصلنا الفوم الكريم. هلا الخطوة الجاية خلص معناتها فينا نمرق هاي.